وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد رضا عبد الله فرج، عضو مجلس الشورى. أهلا بك سيد. أهلا بك سيد رضا. بداية، ما هو انطباعك عن بدء الجلسات التشاورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بتوافق على الميزانية العامة 2017 و2018؟ شكرا على الاستضافة. جرت العادة في السنوات السابقة أو في عند مناقشة الميزانية، نعم، مناقشة الميزانية مبدئيا مع السلطة التنفيذية وبالأخص يعني القائمين على إعداد الميزانية. وفي خلال هذا اليوم في تم يعني الاستعراض الميزانية مع معالي الشيخ خالد بن عبد الله وأصحاب السعادة الوزراء، وزير المالية، وزير الإسكان، وزير البترول، ووزير التنمية الاجتماعية، ووزير شؤون المجلسين. تم استعراض بنود الميزانية بشكل عام والأسس الأساسية والمبادئ الأساسية لإعداد الميزانية، وبالأخص توجيهات سمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بعدم المساس بمكتسبات المواطنين بأي شكل، والحفاظ على جميع المكتسبات وبالأخص الزيادة السنوية وما يتعلق بالمساعدات للمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام. ومن ثم تم استعراض بند الإيرادات النفطية والأسس المبنية عليها الإيرادات، وبالأخص سعر برميل النفط حيث تم اعتماد 55 دولار للبرميل الواحد للسنتين 2017 و2018. طبعا الأرقام دي أرقام غير يعني أرقام مبنية على افتراضات ومبنية على دراسات موجودة في سوق النفط بشكل عام، ودائما وعادة ما تعتمد الدول على يعني أرقام لإعداد ميزانياتها، وبالسؤال عن مصدر الأرقام فالأرقام أو الرقم دي جاي من عدة مصادر، فلذا تم التأكد من أن المصادر مأخوذ منها الأرقام هي مصادر موثوقة، فلذا نتوقع إن شاء الله أن الأسعار دي تكون هي الأسعار الفعلية يعني عندما ننتهي من سنة 2017-2018. وبعدين تطرقنا إلى الإيرادات الغير النفطية ونتيجة الإجراءات أو حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سنة 2015-2016 ونتائجها في السنوات القادمة، حيث أن هناك في زيادة مضطردة في الأرقام أو في الإيرادات للسنتين 2017-2018 بالسنوات السابقة، نعم، نتيجة الإجراءات المتخذة. نعم. هناك إجراءات أخرى الآن قيد الدراسة والبحث سوف تتخذ خلال السنوات أو السنة القادمة أو السنوات القادمة، المتوقع منها كلها تنويع مصادر والاعتماد على المصادر الأخرى بدلا من الاعتماد الكلي على مصدر هو النفط. نعم، ولكن لو نتحدث، ما هي المعايير الأساسية التي تقوم عليها هذه الاجتماعات بين السلطة التشريعية وبين الحكومة، وما هي انعكاساتها على المواطنين بشكل عام؟ والآن يعني الآن توجيهات الموجودة والميزانية معدة على هالأساس عدم المساس بأي مكتسبات يعني الحالية للمواطنين، بل والاستمرار في إعطاء المواطنين أو الموظفين موظفي الحكومة الزيادة السنوية المعتادة، فلذا لا يوجد أي مساس بالمكتسبات الآن موجودة للمواطنين بشكل عام، بل في هناك ما يسمى بضبط بعض هذه المكتسبات وهذه لصالح
الجماعة المستحقين لهذه المكتسبات. نعم. فما في أي مساس بالمكتسبات، فالمواطن يعني الآن حاليا مع العلم أن هناك عجز في الميزانية بسبب الوضع الاقتصادي العالمي الراهن وأسعار النفط المتدنية، إلا أن المكتسبات المواطنين راح لن تمس أي من المكتسبات الحالية، بل راح يعني وتبقى، وهناك الزيادة السنوية يعني المعتادة سوف تعطى لجميع الموظفين موظفي الدولة. نعم، السيد رضا عبد الله الفرج عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.